for him the path to paradise with the words of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I would like to call upon Afia of class 7th on the Arabic speech on topic importance of education. Assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. رئيس الحفلة المؤقر أساتذة الأفاضل وإخوة الأكارم، أريد اليوم أن ألقي أمامكم حول الموضوع أهمية التعليم في هذا الزمان. العلم معرفة الشيء على حقيقته، ولا يكون العلم إلا بعد جهد تدرك به هذه المعرفة. وقد اهتم ديننا الحنيف بالعلم أعظم اهتمام، يقول الله عز وجل في أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي هذه الآيات المحكمات أمر بالقراءة والتعلم أي علم يكون للمسلم ولغيره نفع في الدين والدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه الفزيلة لا تختص بطلب العلم الشرعي فحسب، بل إنها تمتد إلى كل علم يكون للمسلم ولغيره نفع في معيشته وحياته اليومية ما لم يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية. إن حاجة الشعوب المسلمة إلى العلم الشرعي تمتد بالضرورة إلى حاجتها لعلوم ومعارف أخرى كعلم الحاسب والطب وعلم صناعة الأسلحة وغيرها، بل يجب أن تكون هذه العلوم محل عناية المسلم واهتمامه في عصرنا الحاضر، لأنها لم تعد مجرد حاجة بل أصبحت ضرورة قصوى في وقت تخلف فيه المسلمون عن غيرهم من الأمم. يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن المسلم يجب أن يعرف أن كل ما يتعلمه من العلوم والمعارف والفنون ولا يتعارض مع الشريعة.